مرحبا، يعطيكم العافية. سلام الجميع وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة على كنار تي في صوت العرب من كندا، من حلقاتنا لقاء خاص. لقاء خاص برنامج مهم جدا نتواصل فيه مع شخصيات وأشخاص لهم طابع خاص عم بيساعدوا في نشر الثقافة ونشر الأدب ونشر العلم وأيضا المساعدة في الأمور القانونية. عشان هيك اليوم إجينا في موضوع مهم جدا جدا جدا، وخاصة للأشخاص اللي موجودين في المغترب، يعني نحكي في أمريكا، في كندا، في أوروبا. هذول الأشخاص دائما بقى على عاتقهم سؤال مهم جدا ووضع مهم جدا، وهو كتابة الوصية، الوصية القانونية اللي أحيانا بتكون الأمور مستهان فيها وبصير في مشاكل في الأطفال والأموال. عشان هيك اليوم معنا لقاء مع المحامي والصديق يمان مروى. أهلا وسهلا فيك أستاذ يمان. حياكم الله دكتور جمال، يا اهلا وسهلا. احنا اللي اياك بدنا نشيل الالقاب ونحكي يمان وجمال وخلص عشان وصلت الناس تشعر انها بدارها. وصلت اخي جمال. حبيبي استاذ يمان او حبيبي يمان، الموضوع الوصيه موضوع مهم جدا، ويمكن بحت اصوات الكثيرين من ابناء الجاليه نحكي للعالم سووا قبل ما تقع الفاس في الراس. حنحكي عن الوصية، بس في البداية بدنا تعرف نفسك للجمهور. من هو يمان مروى؟ يمان شخصية بسيطة، very humble، دارس قانون في كندا، ماجستير من تورونتو ودكتوراه من إيطاليا بالقانون. التخصص بنسميه نحن بالقانون في solicitor work والbarrister work. solicitor work تخصص ال drafting خلينا نسميه، أو closing transactions، وهذا تخصص لي أنا ماشي فيه، يعني أني درافتينج، كتابة وصيات، كتابة عقود قانونية، أي شيء من هذا المجال بيقع عن تخصصي يعني، وهذا المجال اللي أنا متخصص فيه. طبعاً قبل خلينا نقول 2017 بلشنا شغل بهذا المجال، اشتغلنا مع أكبر المكاتب في كندا وبيناتهم مكتب على باي ستريت اللي هو KPMG Law. KPMG يعتبر من أكبر 4 مكاتب في كندا. طبعاً تعلمنا تحتهم for years مع أفضل المحامين حوالين كندا، وأخذنا العلم كلياته مثل ما بيقولوا، قررنا to go on our own. والحكي كان ب 2020 ابتداء من يعني أول ما بدأت أحداث كوفيد، فتحنا مكتبنا، انتقلنا إلى أوتاوا فتحنا مكتبنا هون في أوتاوا، وإلى الآن ماشيين. very recently تم انتخابنا كمان ل top 25 most influential lawyers in Canada، أسامي كبيرة مع judges و lawyers throughout Canada، حاطين تقريباً 200 إلى 250 اسم، حاطين اسمنا بيناتهم، وإن شاء الله التصويت خلص مبارح وبتطلع نتائج شهر 9، ولكن بتوقع كمان يكون في أمل يكون among top 25 في كندا كلها. ندعي لكم. مكتبكم لو سريعاً عنوانه في أوتاوا. تمام، عنا فرعين أخي جمال. فرع الأول بالداون تاون قدام المحكمة على 150 ألجن. طبعا بعده عن الجالية وبعده عن العالم، فتحنا فرع أصغر خلينا نسميه، أو مكتب صغير بجريلي على بانك ستريت، هذا على 7610 Village Center Place، بيخدم خلينا نقول الجالية أكثر، بين صار بين فندلي كريك وجريلي أريا. ممتاز. طيب الآن نرجع للسؤال أو الموضوع المهم جدا، الوصية. طبعا إحنا معظم الدين دائما بحكي لنا لازم توصي، وفي احاديث كثيره و ولكن احنا في بلادنا الموضوع هذا مش مشهور، يعني لانه التركه توزع على الطريقه الاسلاميه والموضوع ماشي بسلاسه. لكن في الغرب موضوع يختلف، يعني موضوع الدفن، موضوع لا سمح الله ازاله الاجهزه عند الوفاه، موضوع الاطفال، موضوع الفلوس توزيعها، يعني كلها توزع بالطريقة الكندية. فشو أهمية الوصية؟ أنت كشخص بتشوف كل يوم هاي المشاكل أو بتشعر فيها؟ تمام. هلا أخي بشكل عام بدنا نحكي على اختلاف المناهج والقانون بين بلادنا وكندا بشكل خاص. ببلادنا من غير ما يكون في أي وصية، مثل ما تفضلت وقلت، بيمشوا على قانون البلد اللي هو most likely أو بأكثر الأحيان بيكون الشريعة الإسلامية أو الطريقة اللي البلد المعينة بتقرأ الشريعة فيها. فهذا بيسهل الأمور، مجرد ما واحد توفى في مرجع يرجعوا له. أما في كندا القانون
بيسمح للشخص يحط اللي بده اياه بالوصيه، ما في مذهب او مرجع معين لازم يمشي عليه. مجرد ما الشخص توفى اخي جمال بتحط القانون بيحول ملكيه بني ادم، خلينا نقول يمان توفى، بتحولها من يمان الى الاستيت اوف يمان. هذا يعني مجرد ما توفى يمان القانون بيخترع او بينشئ شخصيه جديده اسمها الاستيت اوف يمان. في داخل هذه الاستيت كل الاملاك تتحول، وما في شيء مثل ما بنسمع كثير بروح للحكومة أو مجرد ما واحد مات راحت أملاكك، بيتحول الأملاك أوتوماتيكلي من يمان إلى الستيت أوف يمان. المشكلة بوجود هذه الستيت أنه لازم يكون في شخص مسؤول على أو بيقدر يوقع نيابة عنها، مثل أي شركة، شركة موجودة ولكن بدك مين يوقع نيابة عنها. فدور الوصية بيعطي الرخصة خلينا نقول لهذا الشخص الإكزيكيوتور أو تراستي تو بي إيبل يوقع نيابة عن هذه الستيت. بعدم وجود هذا الشخص أو بعدم وجود الوصية اللي بتعين هذا الشخص، الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستلم أملاك هذه الاستيت هو عن طريق المحكمة. فيعمل واحد بجهز وصية وهلأ بنحكي على سهولة الآن مع محامي أو عن طريق يعني وسائل أخرى، أو بعد ما يتوفى حد عنده في العيلة بده يقضيها بالمحاكم من 8 إلى 10 أسابيع ويدفع أرقام خيالية اللي هي أتليست 10 أضعاف حق الوصية ليقدر يأخذ إذن من المحكمة ليقدر يوقع نيابة عن هذه الاستيت. أهمية الوصية ضرورية جدا 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 هي على الاستيت. بتحب أدخل بالبروبرتيز والجارديانشيب ولا عندك سؤال معين؟ لا حوقف هون شوية لأنه أنت حكيت عن شغل المادية وهي شغلة يمكن هي اللي دائما بتوقف كتير ناس من كتابة الوصية. يعني خلينا نكون واقعيين، بيجي بقول لك أنا أروح عند محامي أكتبها $500 ولا $700 ولا $1000، هل فعلا هذا المبلغ هو بوفره اذا عمل طبعا اخي. هلا الوصيه بشكل عام يعني خلينا نقول اسعار اوتوا بين ال 350 لل 750 كوصيه فقط، هي الافريج برايس، طبعا يختلف محامي لاخر، ولكن الاتعاب المحكمه اذا الواحد بده يقدم على تعيين شخص لا اكزيكيوتور عم تحكي مو اقل من $2,000 to $3,000 طلب من المحكمه، وبعدين تركنا القرار بإيد المحكمة. ويعني بعد وفاة شخص معين بالعائلة يا أخي جمال بيصير في مثل ما تقول يعني الردي، المشاعر تعبانة، الدنيا تعبانة، تروح على المحامي تلاقي محامي تقدم طلب للمحكمة والتايم اللي بياخذها. فما هو موضوع فقط المادي اللي هو مثل ما تلاقي يكون 10 أضعاف على الأقل، ولكن كمان موضوع نفسيا، وأبدا مو وقته الواحد يفكر بهالأشياء بعد ما يموت حدا عنده بالعائلة. مظبوط، طيب ممتاز. يعني هذا الموضوع سكرناه، سوي الوصية قبل ما أوفر لك 100%، ما أنا خسران، ما بتخسر، توفر على اللي بعدك، بتوفر على أهلك وبتسهل الأمور عليك. طيب نبدأ بموضوع الستيتس والأولاد والأمور. تمام. هلأ بشكل عام الوصية بتغطي أكثر من شغلة، اللي هي أهميتها تعيين مثل ما حكينا الإكزيكيوتر أو التراستي المسؤول على توزيع الأملاك. في بالأملاك لما نحكي عليها في شيء اسمه الغارديانشيب، في بالاستيت، بلش بالاستيت، بالاستيت في عندك الاسيتس تبعك بتوزعهم بالطريقه اللي بدك اياها، وبعدين عندك موضوع الجاردين شيب، وهو بالنسبه خلينا نقول للجاليه العربيه بالذات شيء كتير مهم ولازم نركز عليه. الجاردين شيب هو حق قانوني للمحكمه تعطي الاولاد الى التشيلدرن سيرفيسز بحال لا سمح الله توفى الاب والام بنفس الوقت. هلا حسب القانون الكندي اذا توفى الاب الام اوتوماتيكلي هي الجارديان، اذا توفت الام الاب هو اوتوماتيكلي هو الجارديان، ولكن بحاله توفي الاثنين مع بعض لا سمح الله لاي سبب ما، الاولاد من غير وجود وصيه على التشيلدرن سيرفيسز على طول، ولازم يصير احد الاولاد احد الاقارب يقدم طلب على المحكمه. بنرجع نفس الشيء، يعني رجعنا على طلب محكمه ورجعنا على اذن محكمه ورجعنا على بدنا ناخذ الكونسنت او القبول من كل باقي افراد العائله لتقبل المحكمه بهذا الموضوع. فالجارديانشيب مجرد ما نحن سميناه على الوصيه بصير، ودائما نحن اذا بنعمل وصيه للاب والام مثلا بنسمي نفس الجارديان في الوصيتين بس مشان نضمن كمان ما يصير في اختلاف بعد ممات الاثنين. فخلينا نقول يمان وزوجته توفوا بنسمي فلان او فلانه يكون مسؤول على الاولاد. طبعا موضوع الجارديانشيب هو ما بدي ادخل كثير بالموضوع يعني، ولكن موضوع الحضانه بالذات المحكمه لها ايد فيه على الحالتين. الحضانه بيعطوها المحكمه لمده 90 يوم فقط، ولكن هي الفتره بيكون واحد قدم على المحكمه بوجود وصيه الاب ووجود وصيه الام مسميين نفس الشخص، المحكمه على طول بتعطي القبول. ولكن اتوقع هاي النقطه مهمه جدا، يعني انت ما في حدا حابب
اولاده لا سمح الله يتوفى الاب والام، يروحوا عند فوستر كير، الله اعلم شو يسووا فيهم، يوزعوا الاولاد كل واحد في منطقه يعني. والقصص اخي جمال كثيره، والى الان في قصص بالمحاكم اخوان ما قادرين يستلموا ام اخوانهم الاندر ايج من الفوستر فاميلي او من تشيلدرن سيرفيسز. فالموضوع كثير مهم وما في لعب فيه، ولا سمح الله لا سمح الله صار شيء للاب والام مع بعض، لازم يكون في وصي على هذه الاولاد، والوصيه هو اسهل واسرع وهلا احنا نحكي فيه ارخص طريقه كمان لحل هي المشكله. اوكي المصاري، هذا السؤال اللي انت حكيته انه كثير ناس بقول لك اذا انا ما حاطط وصيه مصاريه بتروح للحكومه. صحيح صحيح، هلا بتروح للاستيت مو للحكومه، راحت مجرد ما قلنا من يمان للاستيت اوف يمان وتجمدت كل املاك يمان، تحولت للاستيت اوف يمان وتجمدت في هذا المكان. فمن غير وصيه او من غير اذن من المحكمه لحدا يسيطر على هذا الاستيت، المصاري الى حد ما خلينا نقول متجمده مع الحكومه، ما حدا قادر يوقع نيابه عنها. طب الاولاد كيف يعني؟ هلا عاده انا بعرف انه اذا توفى الزوج الزوجه بتمتلك اوتوماتيكلي، بس اذا توفوا الاثنين شو بده يسوي الاولاد، خاصه اذا كانوا صغار؟ اذا توفوا الاثنين على طول بيتدخل الشيلدرن سيرفيسز. هلا طبعا موضوع الشيلدرن سيرفيسز يعرفوا بالوفاه ويقدروا يوصلوا للاهل، يعني بالعاده اللي يصير في شكوى ليتدخلوا في هيك موضوع يعني، ولكن بشكل عام القانون مجرد ما توفى الاب والام وما في حدا مسمى وصي لفتره اول 90 يوم اوتوماتيكلي بيروحوا على فوستر سيرفيسز لحد يقدم على المحكمه الطلب وياخذ هذا القبول. ويجوا لهذا الطلب اجين مانو سهل، عم نشتغل بهيك مجالات مثل ما عم اقول لك، عم نشوف اشياء بتبكي ويطلب الكونسنت تبع كل الافراد العائله. وهون بصير الواحد متخانق مع بيت حماه ولا متخانق مع شيء، على الله يقعد يوقعوا له قبول انه فلان يصير الولي على هذول الاولاد. فمهم يكون التعيين من الاول بين الزوج والزوجه متفقين، او بين الاب والام متفقين على فلان، حتى لو كان في حاله طلاق او غيره وغيراتها، يعني يكون متفقين كل واحد بوصيته معين، جمال مثلا يكون مسؤول على حضانه الاولاد. يعني صديق عزيز او اخ موجود في البلد او اخ، طالما في اتفاق بالوصيتين ما عندنا اي اشكال. وهون دائما مشكله كثير بتصير حتى باللي عم يكتبوا وصيه، الاب بيكتب اخوه والام بتكتب اخته، بنرجع نفس المشكله كمان. الان في سؤال يمان الكل بيساله، يا اخي انا ناس بتقول لي انه سويها عند محامي، ناس بتقول لي سويها عند نوتري، ناس بتقول لي اكتبها واطبعها وروح حطها في النوتري ادفع عليها $100 بكفي. يعني هذا التشويش اللي صاير في الجاليه، انه هل لازم اكتبها بايدي، هل لازم اعملها نوتري او محامي احسن؟ وين 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 الحل او شو الجواب لحد نحكي رايك؟ رائع 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 اخي جمال. هلا القانون واضح بالنسبه للوصيه، في شروط معينه لازم تكون موجوده للوصيه تكون فاليد عند المحكمه. مجرد ما واحد توفى كاتب وصيه انا خلينا نقول طابعها على الكمبيوتر ومنزلها وموقعها، واجيت متت المحكمه تطلع عليه تقول لك this is not valid مثلا، مشان ناقصها شروط الويتنسز. أما في أشياء معينة، كل هلا في شروط معينة ندخل فيها ما منخلص، في شروط معينة للوصية لتكون valid بعيون القانون. فأفضل طريقة دائما الواحد يروح عند محامي، والمحامي يكتب له إياها حسب خبرته وحسب علمه، ويعمل يتأكد أنه كل النقاط اللي مطلوبة للوصية تكون موجودة في هذه الورقة. مجرد لا سمح الله الواحد، يعني الواحد ما بده يلعب بهيك قصة من باب أنه لا سمح الله مفكر حاله خلص الوصية وكاتبها، ولا سمح الله صلوا شيء يجوا أهله بعدين بدون يحولوا ملكية شيء، يطلع عليه المحامي يقول لك سوري الوصية معك ما بتنفع، أو يروح على البنك بده يغير الحساب أو يسحب مصاري من الحساب يقول لك سوري. فموضوع وجود محامي في الوصية مهم جدا. القانون بيسمح الأشخاص يكتبوا وصيتهم، ولكن مثل ما حكينا مع شروط معينة. وهون نحن فضل أستاذ إيمان، أنا يعني بدي أركز على النقطة، ويمكن نقطة مهمة جدا تحكيتها، المحامي بيعرف كيف يكتب للقاضي اللي بده يسمعه أو بده يقرأه. فطريقة الكلام يعني، يمكن أنا أكتب This is جمال الشريف، هي لازم تكون I am جمال الشريف witnessing. فالكلمة هاي قد تغير عند القاضي الكثير في الديسيجن. تمام. هلا مو بس القاضي أخي جمال، بدنا نركز كمان على الشخص اللي عم يستلم الوصية. خليني أعطيك مثال، بدنا نروح على البنك، بدك تعطي البنك أوفيسر الشباب اللي قاعد أو الصبية اللي قاعدة على الكاونتر، بدك تعطي الوصية مش هتحول لك الحساب. فإذا هي مو مقتنعة فيها كمان، طلعت لقيت شخبط البيت يقول لك
ايرون تلبكت بطلت تعرف شو بدها تعمل. بدها تجيب مانجر، مانجر نفس الشيء. لما يكون وصيه مختمه ومظبطه بطريقه معينه، الشخص اللي عم بيراجع حيكون الموضوع اسهل بكثير. البنك خيار تحويل ملكيه بيتك، تروح عند محامي، المحامي حيراجع على هذه الورقه قبل ما يحول ملكيه البيت، وغيره وغيرات. يعني اعطي الخبز لخبازه بمختصر. اعطي الخبز لخبازه. جماعتنا احنا احيانا بنزلوا على جوجل، يعني انا بحكيها دائما، لو واحد مريض بيقدر يروح على جوجل ويكتب لحاله الدواء ويروح ويجرب بحاله، ولكن الافضل يروح على طبيب، لانه الطبيب راح يكون دارس وعارف وشو كيف يستخدم الدواء هذا، يمكن هذا الدواء يضره ولا لا. وكذلك الامر في الوصيه، يعني انت ممكن تنزل مليون وصيه، وانا شفت وصايا اونلاين يعني ما انزل الله بها من سلطان، ما فيها شيء. حتى في حاله بعرفش اذا بتعرف فيها استاذ يمان، وهي يمكن الحالات النادره، انه في عائله على الطائره المصريه اللي الله يرحمهم جميعا، توفوا كل العائله، الزوج والزوج والابناء، فلانه ما كان في وصيه الاموال كلها راحت، صارت في جملت. لو هو موصي فيها مثلا لاخوه لاخته في هذه الحاله، او لمؤسسة خيريه باسمهم، كان الموضوع اختلف. يعني كان الموضوع اسهل، كان حتكون معامله اسهل بكثير بكثير بكثير. طيب الآن نحكي عن المفاجأة اللي محضرينها للجالية، وهي ما شاء الله أنتوا بدأتوا في ويب سايت اسمه Wills Keeper عفوا، هاي السبيلينج تبعه WILLS Keeper KEEPER.com. هذا الموقع لأي شخص موجود بده يعمل الوصية أونلاين، يعني ما في داعي يروح يزور مكتب. صحيح؟ صحيح صحيح. احكينا شوي عن هذا الموقع، انا احط الصور بات الموقع. تمام. نحن لقينا مشكله، خلينا نقول بالجاليه، اللي هي مثل ما فضلت وقلت بدي اروح عند محامي، لا خليني اعمل اونلاين اسهل، لا ام بكره بتغيروا املاكي وما بعرف شو بدي اعمل، بدي ارجع عند محامي مره ثانيه وارجع اتكلف من اول جديد، انا لساتني صغير، من هون لخمس سنين اتزوجت طلقت عملت سويت صار عندي اولاد بدي ارجع غير وصيتي. فلقينا مشكله، وبعدين حللنا هذه المشكلة ودورنا على الحل. الحل هو بلاتفورم، خلينا نسميه application، اشتغلنا عليها ما يقارب السنة، يعني a lot of hard work has been put in this application. استشرنا محامين كتير across كندا كلياتها، ودورنا على نموذج وصية يمشي بالمحافظات كلياتها في كندا ما عدا كيبك. كيبك دائما بتخوف من بعيد عنا، قوانينهم مختلفه حسب القوانين الفرنسيه، ولكن الموقع بيخليك. ولو بنوقف هون دكتور جمال، هي this is the summary of الابلكيشن كلياتها. الواحد بيدخل بكل بساطه بيعمل حساب، بياخذ عمل الحساب اقل من 10 ثواني بس، الاسم والايميل، بيسالوا اسئله، اسمك، مرتك، قديش بدك توزع، اذا متزوج غير متزوج، هل عندك اولاد بدك توصي عليهم، هل عندك بيتس بدك توصي عليهم، هاي عاملينها للي عنده محبين للحيوانات، وضفنا كمان موضوع التشاريتي للي بيحب يوصي للتشاريتي، وبعدين النسب حسب النسبه اللي بيحط يحطها. وبنحكي لنرجع موضوع النسب بعد شوي وعلى الشريعه وغيره وغيراتها، ولكن مجرد ما عبى هالمعلومات وجربنا فوق الخمسين شخص يجرب الوصيه، اكثر واحد قعدت معه بين 13 دقيقه ل 14 دقيقه. Wow. Within 15 minutes guaranteed, start to finish, very easy questions. مثل ما بيقولوا بالعامية كتبنا، مو أسئلة قانونية أو مصطلحات صعبة. مجرد ما خلصت تعمل next، عبيت معلومات، next، عبيت المعلومات، finish، تدفع at the end. المبلغ الآن حطينه ب $89 اللي هو $89، وطبعا مثل ما حكينا دكتور جمال لكل متابعينك حطينا لهم خصم 50% الآن، ف كمان هلا بنضيفه يا عيني على الشات كمان. ولكن بشكل عام مجرد ما عملت التشيك اوت بيطلع لك بي دي اف في الوصيه تبعك كلياتها، واللي اهم من هذا كلياته بتطلع نمبر 3 يور داونلودنج الويل والساينينج انستراكشنز. والساينينج انستراكشنز هون نحط ثلاث علامات استفهام عليها، كيف توقع الوصيه. تمام، برجع بقول ما بدك محامي للتوقيع، ولكن الوصية مكتوبة مو من محامي، من أقل شيء 10 محامين مطلعين على الوصية حوالين كندا كلياتها ومدققينها وعم بيدققوها دائما، مشان الفاوندرز والستاف تبع هذا الأورجانيزيشن كلهم محامين وباراليجلز وكليركس، فدائما عم بيصير في تعديل على أي قانون عم تصير. والإنستركشن بتقلك بالضبط كيف توقع، بيجي لك صفحة إنستركشن بيج، و
طبعنا وقعنا و that's it. اوكي اذا انا بدي احكي بس شغله مهمه في كود انا حاطه على الشاشه هذا الكود 50% للمشاهدين انتهي ب 31 ماي فلحقوا حالكم قبل 31 ماي 2023 مش تجيني بعد شهر تقول لي الكود مش شغال لان الكود له وقت فانتبهوا على هاي الموضوع هذا الاستاذ يمان اعطانا اياه ولكم عشان تستفيدوا موضوع زي ما حكى الأستاذ يمان 15 ماكسيموم يعني مينتس بتكون جاهز طيب أنا شايف البلانز هون شايف في نوعين في واحد 89 اللي معناه بيصير قديش 44 تقريبا نعم مع الكود وفي 169 شو الفرق بينهم تمام هلا حكينا اخي جمال على الوصيه ولكن ما حكينا على الباورز اوف اتورني لو بالك نازل هون في الوكالات بنسميها ببلادنا الوكاله العامه خلينا نقول بالبلد الوصيه مجرد الواحد توفى وحاول خلي الموضوع شوي قصير مشان نحكي على الوكالات ما نخلص الوصيه بتحمي العائله ما بعد الوفاه ولكن من يوم ما انت دخلت على الموقع الى الوفاه أنا قادر أحميك كمحامي قادر أحميك بالوكالات في عندك وكالة بروبرتي ووكالة بيرسونال كير إذا خارج البلد إذا لا سمح الله مقعد ما قادر تقوم بدك حدا يوقع عنك بيت يطلع البنك يسحب مصاري يكتب تشيك وكالة البروبرتي بتلعب دورها ونفس الشيء الوكالة الهيلث كير أو بيسموه الهيلث كير دايركتيف كمان موجودة لا سمح الله حدا بده ياخذ قرار سحب فيش أو غيره وغيراته بالمستشفى من غير ما الدكاترة أو القانون يقرر كيف بدهم يعملوا فيك أو يقرروا مثل ما تفضلت أول لقاء حكينا فيها فالباور اوف اتورني تبع الهيلث كير كمان بتساعد في هذا الموضوع فعندك الوكالة البروبرتي ووكالة الصحة هدول اللي احنا حابين للي حابب يحمي حاله من الآن للممات مجرد طبعا ما واحد توفى الوكالات يعني النرمية والويل بتلعب دورها اوكي يعني الويل هي بعد الوفاة وهذول الوكالات قبل الوفاة من يوم ما دخلت لعنا للوفاة فأنت مجرد ما دخلت على الموقع أنا قادر أحميك وأحمي عائلتك قانونيا من أي مشكلة ممكن تصير من تاريخ تسجيلك معنا إلى ما بعد الممات طبعا الأفضل أنك تسوي اثنين مع بعض طبيعي هلا كل واحد واللي عم يدور عليه يعني انا دائما بنصحك دائما يكون في وكالات موجوده الوصيه مثل ما بيقولوا اخي جمال بتحمي العائله ما بعد الممات ولكن الوكاله ممكن تحميك انت يعني الوصيه عم نجهز الاهل ولكن الوصيه بتحميني انا اذا بدي انا برا البلد بدي يوقع نيابه عني انا مقعد بدي حدا ياخذ قرار نيابه عني بدي انزل على البنك ما قادر انزل فالوكاله مهمه وبتساعد وسبيشال احنا مجتمعنا دائما مسافرين راجعين على البلاد غيره يكون في حدا بالبلد معه الوكاله مزبوط وهاي برضو عليها 50% كله الكود مجرد ما دخل بيخليه يختار إذا بده يضيف الوكالة الأولى بده يضيف الوكالة الثانية وwhatever amount آخر شيء بيوصل له الكود بيشيل لك ال 50% يعني تقريبا $85 بتخلص كل الوكالة مع مع الباور اوف اتورني وكل أمورها صحيح ممتاز طيب سؤال مهم أنا زي ما حكيت أنت صار عندنا حالة تغير في العائلة يعني مثلاً الأولاد صاروا أكبر من الإيج whatever بدي أغير الهاي هل في طريقة إني أدخل على الموقع وأغير؟ إيه طبعاً أنا دائماً بقول وهي نحنا بنعتمد من قبل ما نفتح البلاتفورم أنواع المحامين أخي بيختلفوا في محامين بيحب لك تعال حط لي كل أملاكك بالوصية وبكرة باعت بكرة اشتريت بكرة تخانات أنت ومرتك تخانات أولادك بدك تشيل حالك من الوصية بدك ترجع لعند المحامي وترجع تتكلف مرة تانية نحن الطريقة اللي بنعملها أخيرا بتطلع all the way on the top أو أول الصفحة على الموقع all the way on the top هتلاقي حاطين نحن unlimited free changes for life هي آخر نقطة أي وقت صار عندك أي تغيير حسابك بيضله شغال بتفوت على الحساب مثل ما فتت أول مرة بتعمل أي تعديل بترجع بتطبع بتوقع وبتكب الوصية القديمة مانك محتاج ترجع المحامي مانك محتاج تستنى عم بيشتري بيت بدي يستنى للكلوزينج بدي يتزوج بدي يستنى لا اعملها اليوم وكل ما يصير معك تغير بالدنيا بتفوت على الموقع absolutely no fee for the change which will never change يعني عاملين على هذا الأساس أنت ما بدك تدخل تعمل change ترجع تطبع الوراء والسلام عليكم يا عيني هذا شغلة مهمة جدا ايه طبعا هي حتى عند المحامين ما بتلاقي المحامي اللي تيجي لعنده مجبر قانونيا يرجع يعمل لك وصية جديدة أو يعمل تعديل على الوصية اوكي الكود يشيله ولا نخليه الناس بدهياش أكيد لا لا خليه على الشاشة بس اول الالترنيت مع الموقع عشان الناس برضو ما تنسى الموقع طيب ويلز كيبر ان شاء الله راح يكون يعني
داعم للجالية، وهذا شيء مهم. وأنا شايف إنه ما شاء الله هاي عم تعطينا كود 50%، يعني ما في مواقع تعطيك 50%، والبرايسينج برضو مش غالي أصلا، يعني من 89 و169، فهي الأسعار يعني أقل من الإلكترون المحامي 100%. صحيح. طيب السؤال اللي عم نحكيه الآن، إنه إذا صار تحديث هل بيجيني إيميل أنا إنه والله في تحديث على الموقع دراماتيك، يعني مثلا وجدت ثغرة في الويل وبتصير يعني هل أو تغير قانون أو شيء، هل تبعتوا إيميل إنه أبديت للكاستمر؟ هلا بشكل عام اي تغيير ممكن يصير. هلا انت مجرد ما سجلت you'll have the option to opt in ولا opt out بموضوع الابديتس على القانون، ولكن في شغله كتير حلوه بالقانون بكندا، انه انت يوم ما كتبت الوصيه القانون جاري عليك. بما معناه يعني حتى لو انت كتبت الوصيه اليوم وبكره صار في تغيير معين على الوصيه، انت وصيتك ما زالت valid حسب تاريخ او يوم كتابتها، فما في اي اشكال بهذا الموضوع. ومثل ما حكينا اذا تغير القانون او اذا صار شيء، نحن حيكون في ايميل ابديت عم تبعت للي حابب يرجع يجدد الوصيه او يرجع يعمل شيء معين، او خلينا نقول القانون فتح مجال جديد ممكن يساعد الجاليه بطريقه معينه. هذا الموضوع فينا نستفيد منه. وشغله اخي جمال، الوصيه مثل ما حكيت اول شيء مراجعه ومدققه بطريقه خياليه، يعني تأخرنا باللانش مثل ما حكينا، الموقع جاهز من شهر 6 السنة الماضية، وتأخرنا باللانش مشان we had a full team of lawyers reassess, reevaluate, re-review to make sure، يعني هون مثل ما بيقولوا الغلطة شاطر بعشرة. ف everything is lawyer approved، وهي أهم نقطة، وهي اللي بنكون مختلفين عن any other، تفوت على Law Depot online ولا أي other هدول الأونلاين softwares اللي تفوت، الفرق أنه أنت عندك lawyers behind you، وهذا شيء كتير مهم. وفي شغلة تانية كمان ما حكينا فيها، في شيء اسمه عنا على الموقع أخي جمال lawyer support، اللي حاسس الوصية تبعه معقدة شوي ولا حابب أنه بتعرف أنه أنا 89 دولار أوكي حابب أدفع لي كمان شوي زيادة، وفور تو our resources، ثالث تاب resources في شيء اسمه lawyer support. بأي وقت فينك تحجز استشارة مدفوعة مع محامي يساعدك على إكمال وصيتك بطريقة معينة، أو ممكن يكملك إياها كمان خارج البلاتفورم. Very easy to book، بتاخد ساعة كاملة مع المحامي، راجع لك الوصية، يجاوبك على أي أسئلة معينة عندك إياها. فهذا خيار لسه موجود للي حابب يكون عنده parallel system، خلينا نقول system القديم زائد system الجديد. ولكن بشكل عام this is an option. والقانون الكندي أخي جمال بيسمح، خلينا نقول، للوصية الواحد يكتب اللي بده إياه. فاللي بيقول لي أنا ما بدي وصي، بدي أمشي على الشريعة، عندي مذهب معين بدي أمشي عليه، عندي طريقة معينة، الوصية تبعنا اللي عاملينا fully Islamic، إن كانت اللي عم نعمله بالمكتب ولا إن كانت عم نعمله عن طريق هذه الـ new organization أو new platform اللي عملناه، fully binding from a legal standpoint و fully satisfies، خلينا نقول، الشرع أو المذاهب كلياتها اللي ندخل فيها. القانون بيسمح لك تحط النسب، فأنت كل شيء عليك تعمله تروح عند إمام الجامع تستشير، تدخل على مواقعك تأخذ النسب اللي أنت شايفة مناسبة حسب مذهبك، وبتفوت والسوفتوير حيسألك أعطيني النسب، تحط السودس، بتحط اللي بدك إياه up to the very exact decimal point لتقدر توزع بالطريقة المعينة. لا سمح الله بكرة صار شيء، توفى الوالد، توفت الوالد، توفى أحد في العائلة، حلاوة السيستم ترجع على السوفتوير، ترجع بتغير نسبك بالطريقة اللي بدك إياها، بتطبع الوصية وبنرجع تعمل لها re-update for absolutely $0. أوكي ممتاز. يعني هذا سؤال كنت أسأله. طبعاً في كتير مواقع تقدر تدخلوا وتشوفوا حسب عدد أفراد الأسرة، الأولاد، البنات، الزوجة، هذا بعطيك بالضبط النسب. صحيح. والمواقع مليانة، يعني مناش نحكي عن موقع معين. صحيح. كله بيعتمد على المذهب اللي أنت ماشي عليه، ولكن هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد جوابه واضح أنه you can do it، فالموضوع الآن ما في تهرب. إذن يمان، أنا يعني الوقت بداهمنا، ولكن بذكر الجميع الموقع wellskeeper.com، wellskeeper، والكود تبع 50% هيو على الشاشة ل 31 مايو إن شاء الله. وأتوقع أنه يمان كريم برضو ممكن بعدين يساعدنا للمستقبل، إذا عملنا حلقة قادمة نعملكو كود سبيشل لكنار. وصلت أخي. تسلم
في النهايه انا بدي اشكرك، بس بدي اعطيك البلاتفورم اذا بدك تحكي اي شيء لابناء الجاليه بشكل عام او عن الوصيه بشكل خاص. I'll keep it short اخي جمال. محامين، نحن كمحامين في كندا كثير من مثل ما حكينا بنشتغل على الدرافتنج الوصيه، وبنشتغل على الاستيت ديسبيوت بيسموه المشاكل ما بعد الممات. مع الاسف الشديد اللي عم يكتبوا الوصيه كلهم اجانب وكنديين، واللي عم يتخانقوا بالمحاكم ما بعد الوفاه بشهادة وجود وصيه، هذول كلياتهم من الجاليه العربيه والجاليه الاسلاميه بشكل خاص. عم نبعد عن الوصيه، ولكن it's sad, it's important نكتب الوصية إن كان عن طريقنا، عن طريق البلاتفورم، عن طريق أي وسيلة، ولكن الأغلبية اللي عم نشوفهم بالمحاكم ما بعد الممات نحاول عم نرجع ناخد الأملاك أو نرجع يكون executors أو trustees على الاستيت المعينة من الجالية العربية والمسلمة. فبتمنى نركز على كتابة الوصية، وبوعدكم وبصم بالعشرة مثل ما بيقولوا، أسهل وأوفر وأروع تجهيز وصية عن بهي الطريقة. ويعطيكم العافية إيمان، يسلموا كثير، وشكرا لك على وقتك، وشكرا على هالموقع الرائع اللي عملته أنت والشباب، ويعني بدنا نشكرهم كلهم. أنا عارف في تيم وراء الموضوع، مش واحد ولا اثنين. برضو شكرا لك أنك عم تعطي الأبناء الجالية ديسكاونتس أنهم يستفيدوا، وعلى القليلة يبدأوا في الموضوع يحكوا لأصحابهم. استغلوا الفرصة قبل 31 مايو، الديسكاونت كود ححطه مرة أخيرة على الموقع على الشاشة عشان تستفيدوا منه، وهذا الموقع مرة ثانية. بشكر جميع المشاهدين، الموضوع حساس جدا، موضوع مهم جدا، يعني أنا بحكي أهم من إنك تروح تشتري جروسري لأولادك إنك تهتم في أولادك بعد مماتك. موضوع بطل $1,000 ولا $800 ولا $700 زي ما حكينا، صار ما شاء الله أقل من $100 تقدر تسوي الوصية وتحمي أولادك، إنه بلا ما أخذ يروحوا على فوستر كير. يعني هذه بس فكر فيها أنت، كيف دينام واحد بالغرفة واحد عند بيت تاني. يعني إن شاء الله ما يصير غير خير، ولكن أمر الله واقع. الواحد يجهز الأسوأ دائما. طبعا طبعا، والدين والرسول حكم يعني بالموضوع هاي كثير، إنه لازم الواحد ما ينام إلا عنده وصية. ولكن أنا بحكي للأسف يا أخ يمان، معظم أبناء الجالية لما توقع الفاس بالرأس بحكي يا ريت، فإن شاء الله ما توقع لا فاس ولا رأس، ونشتغل على ويلز كيبر، وإن شاء الله نقدر نخلص هذا الموضوع بدقائق زي ما حكى لنا الأستاذ يمان. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وأنا بوعدكم إن شاء الله نستفيد مرة تانية من الأستاذ يمان، وبنحاول إنه نجيبه مرة تانية ونتكلم على الموضوع بأكثر دقة بعد ما يتطور الموقع لشغلات ثانية. شكرا لكم مرة ثانية، شكرا للأستاذ يمان. خليك، يعطيكم العافية، السلام عليكم، تصبحون على خير.